السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي الكرام وكل متابعينا على اليوتيوب. اهلا وسهلا بكم من قناه تربيه الارانب دكتور معاذ ابو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناه سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك بفضل الله. يا جماعه وصلنا المنيا الصعيد عند بشو زهران موزع العلف والارانب والسلكات بتاعتنا بتاعت ابو نرمين في خط الصعيد يا جماعه، وفي المنيا وفي صمغلوط. بشو زهران ابن المنيا، الراجل الجدع، حسن الاستقبال حسن الواجب. النهارده يا جماعه وصلنا بعربيه السلكات عنده النهارده 12/5. النهارده يا جماعه 12/5 بفضل الله يا جماعه وصلنا عند شو زهران. الحمد لله الحاجات نزلت يا جماعه العربيات. ضرب شوي ضرب لمين؟ عامل ايه يا جدع؟ واحنا تحت امر الجماعه يا جماعه. رقم بشو 011 كام؟ 011 22 1 4 3 2 5 5 واحنا تحت امر الجميع. اي حد محتاج ارانب، محتاج علف، محتاج سلكات، سلكات حمام، سلكات ارانب، سلكات فراخ بياض، سلكات فراخ تسمين، بفضل الله يا جماعه موجود كل حاجه هنا عند الموزع بتاعنا في المنيا صمغلوط استاذ بشو زهران. يلا بينا مع بعض يا جماعه نشوف الشغل اللي ننزله هنا على الطبيعه. ادي يا جماعه العربيه الدوبليات بفضل الله بتنزل الشغل اهو. تمام، شو يا جماعة بنزل الشغل يا جماعة. ادي يا جماعة شغل الفراخ، قطارات الفراخ. ادي العلافات طويلة ومخطوط المية، وادي الحوامل. ايه يا شباب الحوامل ايات، واخد برضو الحوامل ماشي. ايه يا جماعة دي الحوامل للدور الواحد برضو متوفرة عندنا يا جماعة برضو ايات. وهذا الحوامل النص هرمي، وهذا الحوامل الفلات، وهذا الحوامل الهرمي يا جماعه، وهذا الحوامل بتاع الفراخ. ندخل بقى يا جماعه كده على البطاريات. ايه يا شباب هذا البوكسات اهيت، دي بتاعه الفطام. ماشي يا جماعه اهيت بتاعه الفطام، وهذا بوكسات الامهات. ماشي يا جماعه العربيه اهو يا جماعه، وبشوف بنول اهو ماشي. انا تحت امر الجميع في اي حاجه. اي حد يا جماعه محتاج بطاريات ارانب، محتاج بطاريات حمام، محتاج بطاريات فراخ، محتاج فص عصافير زينه، محتاج اي حاجه يا جماعه متوفره عندي بشو زهران في المنيا. وادي يا جماعه العلف بتاعنا اهو بفضل الله يا جماعه اهوت. ده يا جماعه اللي اتبقى من السبعه طن اللي كان بشو ياخدهم اخر مره. اهو يا جماعه لسه تقريبا حركه طن علف اهوت. ماشي يا شباب تحت امر الجميع. اي حد علف ابو نرمين يا جماعه اهوت. ابو نرمين يا جماعه اسم القنوات تربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. تمام اهو يا شباب، يعني بمعنى اصح مزرعه بتاكل علفنا وبتاخد الشغل بتاعنا بطارياتنا وارانبنا وكل الحاجه حاجه تخصنا يا جماعه بفضل الله. ماشي اهوت. فوق الرمله عادي، فوق الرمله فرشة بيت الولادة، فرشة العرقوب، النب، كل المستلزمات يا جماعة الحمد لله متوفرة عندي بشو زهران. تمام، كان واخد قبل كده يا جماعة في الطلبة اللي قبل كده كان واخد دفعة اكسسوارات. تمام، أي حد محتاج منه أي حاجة يا جماعة إن شاء الله يقدر يتواصل مع بشو زهران في رقم التليفون 011 22 1 4 3 2 5 5 011 22 1 4 3 2 5 5. وهنا تحت امر الجماعه يا شباب. وادي الشغل اهوت، والشغل كله ايه؟ حاجه على الطبيعه، مش لا بنكذب ولا بنزيف ولا اي حاجه خالص يا جماعه اهو. اه يا شباب بفضل الله بنروح المنيا الصعيد بالدوبل، ما بنروحش بعربيه ربع نقل ولا ببطاريتين ولا لا، بنروح يا جماعه بنحمل بالدوبل يا شباب. شغلنا بالنقل الكبير بشوي موزع معتمد ان شاء الله يا جماعه. المفاجأة الكبيرة بقى إن شاء الله اللي بشوي الفترة الجاية مع الشكارة الجديدة بإذن الله، هيبقى في كارت في قلب الشكارة بتاعت العلف بتاعتنا. تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين موزع معتمد بشوي زهران على الكارتة بإذن الله بأرقام تمام بشوي، هتبقى إن شاء الله على الكارتة اللي في الشكارة بإذن الله. تمام بإذن الله ده الفترة الجاية إن شاء الله مع الشكارة الجديدة بإذن الله يا شباب الكارتة بتاعت العلف في العلف بتاع بشوي يبقى موزع معتمد مطبوعه في الكارته بتاعت العلف بتاع بشوي بارقام تليفوناته باسمه
باسم المنيا ان شاء الله، واحنا تحت امر الجميع في اي شيء. يا جماعه شغلنا ان شاء الله اهوت حاجه ممتازه جدا، ربنا يبارك. واحنا يا جماعه تحت امر الجميع، احنا تحت امر الجميع. سهله يعني، اي حد محتاج اي شيء تمام يا جماعه هتبقى متوفره ان شاء الله تحت امركم في اي حاجه يا جماعه ان شاء الله باذن الله. طبعا ده يا جماعه كانت الحلقه بتاعت النهارده، ما تروحوش بعيد واستنونا لسه جاي كتير.